يبقى هاخد الامر زي ما هو واعمل له كوبي وافتح الماتلاب يا اما من الايقونه اللي موجوده على الديسكتوب يا اما من الستارت منيو وهيكون موجود عندي في البروجرامز. الاثنين اي طريقه تنفع، انا الماتلاب من الستارت منيو ممكن او من الايقونه اللي موجوده على الديسكتوب لو كانت موجوده. كليك هيبتدي يفتح البرنامج انا دلوقتي مخزن الاوامر من الفايل اللي عندي او اكتبها لو انا يعني ايه ما عنديش سوفت كوبي، لكن طالما عندي سوفت كوبي اعمل لها كوبي واجي هنا اعمل لها ايه بيست. عملت لها بيست مباشرة بعد ما ادوس انتر واضغط على انتر هتطلع لي فعلا الشكل اللي طلع في الليكتشر نوتس اللي عندي. زي ما قلت من هنا اقدر العب بالبلوت ايديت تول بار، هي موجودة عندي زي ما قلت من قائمة فيو، وممكن اتحرك زي ما انا عايز، اقدر اهي ظهرت عندي، ممكن اعمل روتيشن مثلا اغير في الشكل حسب الامكانيات اللي هي موجودة عندي. ده البلوت ايديتنج، ده الكلام اللي احنا قلنا عليه ان الرسم ما هوش رسم ثابت، ممكن اغير فيه، ممكن اشكل فيه بحسب الاوبشنز اللي عندي، الاختيارات اللي عندي. وده كان اول مثال. نشوف دلوقتي تاني مثال. طيب واحد قال لي لا ده في المعمل طلب مني الاستاذ ان لا مش هرسم العلاقه بين الاتش والام، ده انا عايز ارسم العلاقه بين اللوغاريتم بتاع القيم اللي انا حسبتها وبين اللوغاريتم بتاع القيم المتغير التاني. هقول له بسيطه، ماتلاب بيعمل الكلام ده بدون ما انت تغير السكيل ولا تعمل اي حاجه، بس اللي عايز تقول له الام نيو هو لوغاريتم الام والاتش نيو هو لوغاريتم الاتش، يعني استبدل الداتا اللي انا دخلتها لك بتاعت الام والاتش بلوغاريتم الام ولوغاريتم الاتش. ده فقط اللي اختلف الامر ده عن الامر الاولاني. انا قلت له بلوت ام واتش، لا ده انا اعرف له الاتش الجديده والام الجديده وبعد كده اقول له بلوت الام نيو والاتش ايه نيو، برضو بعمل كوبي وبروح للماتلاب، المره دي هفتحه من الديسكتوب. يبقى خلي بالي ان انا دلوقتي عشان ارسم علاقه بين متغيرين او بين حتى اللوغاريتم بتاعهم او بين الاكسبوننشال بتاعهم، الماتلاب بيمكنني من ده بدون ما انا احتاج لتغيير السكيل ولا احسب حتى القيم بالنسبه. فعلا طلعت العلاقه بين الاتش نيو هي لوغاريتم الاتش والام نيو هي لوغاريتم الام. تعالوا نشوف دلوقتي المثال، المحور الثاني هو رسم داله باستخدام التنقيط. لا انا عايز نقط زي ما الداتا اللي عندي او البيانات اللي عندي هي عباره عن نقاط، انا عايز ارسم البيانات اللي عندي على انها ايه؟ الداله اللي عندي على انها نقاط. المره دي لا انا ما عنديش بيانات، المره دي انا عندي داله معينه وعايز ارسمها في فتره محدده للمتغير المستقل وعايز ارسمها باستخدام التنقيط. لازم في الاول البرنامج لازم احدد له قيم الاكس وقيم الواي لان انا هرسم في الحداثيات الكارتيزيه، وبعدين اقول له بلوت الاكس والواي، وعايز اللي يوصل بين النقاط هي علامه داش اللي هي اللي انتم شايفينها ناقص ناقص دي، وبعدين لاين ويث يعني السمك بتاع الخط قد ايه،
وبعدين الماركر ايدج الكالر اخترت الكي، والماركر الفيس كالر جرين اللي هي بتاعت النقاط انا استخدمت الجي اللي هو الجرين. الماركر سايز 10، ده كله اللي اتفقنا عليه انه هيظهر في الامثله. هنعمل كوبي كنترول سي، المفروض يظهر دلوقتي. هنروح على الماتلاب واقول له كنترول في عشان اعمل بيست، وضغط على انتر ظهر نفس الشكل اللي في الهارد كوبي للليكتشرز. مظبوط كده، يبقى رسمنا باستخدام التنقيط، واستخدمنا كمان الالوان لتحديد النقاط، وكمان الخط المتقطع للتوصيل بين النقاط. نيجي تاني نشوف رسم الدوال باستخدام الأعمدة. رسم الدوال باستخدام الأعمدة، واحد عايز يرسم دالة وعايز يبين المستويات اللي مختلفة في الدالة على انها ايه مربعات، زي ما ناس بتعمل في ايجاد التكامل او تعريف التكامل. التكامل هي مساحة تحت المنحنى، فالمساحة دي وجدها ريمان على انها مجموعة مساحات لمستطيلات صغيرة جدا. فانا عايز ارسم الرسمة بشكل البار او اللي هي الاعمدة. مباشرة بحدد له قيم الاكس لازم حدود الفترة اللي انا هرسم فيها، وبعدين هقول له بار يعني بالشكل بار ارسم لي الاكس وارسم لي الدالة اللي هي مطلوب برسمها اللي هي الاكسبوننشال فانكشن، الدالة الاسية اي اس ماينس اكس سكوير. مباشرة ما دخلت قيم الاكس واديته امر الرسم باستخدام الاعمدة، اجي اعمل بيست هنا واضغط على انتر، مباشرة يظهر الشكل عندي الدالة باستخدام الاعمدة. نرجع تاني نشوف المثال اللي بعد كده، هو رسم الدالة باستخدام التخطيط. لا انا عايز خط، مش عايز لا اعمدة ولا عايز علامة زائد ولا عايز باستخدام النقاط، عايز ارسم دالة ولتكن y equal to sin x في الفترة من ناقص باي الى باي، واللي في المنتصف ده هو مقياس الرسم اللي هو 1/10. ادي الاكس بحطيت الفترة بتاعتها، وادي الواي شكلها كده، واللي في الاخر هو امر الرسم. المفروض يظهر الرسم ده. ها تعال نشوف الماتلاب ونعمل كنترول في ونضغط على انتر، نفس الرسمة ظهرت عندي. رسمت